انت عارفه قد ايه يعني انه منظومه الاهلي منظومه منضبطه جدا ومحترفه جدا وما بتسيبش الحقيقه فرصه لاي تفاصيل. أكيد. احنا هنشوف مع حضراتكم واحنا كنا بنتكلم من يومين مثلا، ده الفندق مقر اقامه اللاعبين. دكتور عبد الرحمن الحقيقه معني جدا بفكره الاوزان بتاعه اللعيبه، عشان كده في لعيبه محتاجه تنزل مثلا، في لعيبه محتاجه تثبت وزنها، في لعيبه محتاجه عناصر معينه. فبالتالي احنا مش بنتكلم على بيفيه غدا انه كل واحد يخش ياكل اللي هو عايزه، لا، كل واحد معروف البورشن بتاعته او الكميه بتاعته المفترض ان هو ياخدها قد ايه من كل عنصر من العناصر اللي جسمه محتاجها، وبيتم وزنها بالجرام، وبعد ما بيتم وزنها وتحديدها تحديد نوعيتها هتشوفوا حتى دكتور عبد الرحمن بيكتب اسم كل لعيب على الوجبه بتاعته. فهنا احنا مش بنتكلم على يعني حتى ادق التفاصيل الصغيره جدا بيتم اخذها في الاعتبار، وبيتم زي ما حضراتكم شايفين دي رقم التيشيرت نفسه او رقم اللعيب نفسه بيتم وضعه على العلبه، وبيتم اختيار بقى العناصر اللي هو محتاجها طبقا للاتفاق طبعا مع الجهاز الفني. الجهاز الفني ممكن يشوف لعيب زايد شويه فده مأثر على أدائه في الملعب، او لعيب محتاج يعني كنا بنتكلم من يومين عن انه صالح نتيجه الابتعاد لفتره طويله كان الجهاز الفني مهتم جدا انه صالح يفقد وزنه عشان يبتدي يدخل في تشكيله الماتشات سنه بسنه. الاهلي ما بيسيبش حاجه للظروف يا احمد، كل حاجه مترتبه بالظبط. لا بس دي تفصيله صغيره جدا الناس ممكن ما تكونش يعني مدركه انه احنا طبعا الاهلي في معسكر مغلق، الاهلي في فندق الاقامه، يعني احنا بنوري انه في تاتش صغير جدا او لمسه بسيطه جدا توضح لحضراتكم قد ايه كل تفصيله فيما يتعلق بفرقه النادي الاهلي بيتم اخذها في الاعتبار والتعامل معها بمنتهى الاهتمام والدقه. نروح للمنتخب الاول.